تشيكيا ماشي امنه بزاف. هذا الشيء اللي كيخلينا دائما نختاروا تشاينا وما نختاروش تركيا. عاود الفرع الثالث ديال الاستني ديال الطب دونتيس. نعمل لكم تور في اشهر يونيفرسيتي هنا في تركيا واللي هي استني يونيفرسيتي، واحده من اغلى يونيفرسيتيز اللي كاينين هنا في اسطنبول. نشوفوا واش الثمن ديالك يستاهل، واش بصح هذه يونيفرسيتي احسن من يونيفرسيتيز اللي كاينين في تشاينا، واش رخيص عليهم ولا غالي عليهم. هادشي كامل غنجاوبو عليهم في هذا الفيديو، فبقى حتى الاخر باش تشوفوا واش بصح احسن من تشاينا. طبعا هذا كامل الفرع من فروع ديال هاد اليونيفرسيتي، كيقرا ديزاين بصفة عامة، انتيريال ديزاين، ايديتين، فيديو ايديتين، ديال الخرابة، كلشي بقرا. هذا ديجيتال سيستم لاب فين كيعملو ديك البايو ميديكال انجينيري، كيما كتشوفو هنايا اصلا حيدو ديك المكان اللي كيكونو كاملين تما، حيت دابا سالات القراية بحالهم هنايا. دابا عاد جا اخر اصلا قرن عاد كيجيبو اخوين جدادين، كل عام كيفتحو اي ثينك كيفتحو جدادين عايلين، المهم هما كيعدلوهم. يعني الناس اللي كيقراو هنا كاينو المواكن ديال ميديكال، هنا كيقراو جيم ديفلوبمنت كيفما كتشوف هذا اللي كيكونو كيخترعو الالعاب كيطورو من الالعاب كيقراو. هنا الناس اللي كيكونو كيقراو الجيمين ما كيكون عندهم ما يدار، كيجيو يجلسو هنا وكيتفرجو في السينما عندهم حدا بعضهم. نتوما كل ما تفرجو بزاف ولعبو بزاف كيكون عندهم افكار باش يديفلوبيو بزاف ويعملو داكشي. نايس نايس، كيعجبني ان يونيفرسيتي كتمنح لك زعما جميع المناطق فين تفكر فين صح. عاود الناس اللي كيقراو هنا يعني كيكونوا نورمالمون طوال بزاف، غير دابا ناقصهم حيت دابا الصيف سالات وقت القرايه. شوفوا نايس، كما كتشوفوا كاين هنا واحد المساحه على المدرسه، هنا الطوابل، هنا كاين الدراسه اوتسايد، وهنا عارفين البيسو اللي بغاو يجيو يشوفوا، ولا الناس اللي عايشين هنا او اللي جاو من تركيا بغاو يشوفوا اليونيفرسيتي باش يقراو ولادهم داكشي. انا دخلت حيت خا كيقرا هنا، بحال ما تقدروا يعني تجيو تقول لهم بغينا نشوفوا اليونيفرسيتي كيف عامله والمساحه داكشي، خليكم تدخلوا عادي. عاد كتكون كافيتيريا بالحق دابا مجدوده حيت الشهر يعني دابا الصيف. نخرجوا دابا التراسا سوف عاود عاود هنا كاين المساحات اللي بنادم بغى يقرا برا. اوكي جايز، دابا غندخلوا للفرع ديال الهندسه المعماريه غنشوفوا كيف عامل من الداخل، غندخل كيفاش ندخل معاهم. كانت المكتبة بالحق، دابا حنا كنا في الجهة، هاد الجهة كان المكتبة بالحق عاود دلها رفعها ديال الهندسة المعمارية، عاود موقع كبير صراحة فين ما ندخل، وكيفما كتشوفو عاود هنا المواكن القهوة، أوف كورس هاد الشي بحال اللي كاين في تشاينا، أوف كورس اليونيفرسيتي مزيانة، الرانك ديالها طالع مزيانة غالية، يعني غتجبر نفس المواصفات أولا أحسن في تشاينا، الثمن ناقص. Universities of China, of course, they will be better than this. And had you just been in China, imagine if you went to China. This is my cappuccino, 20 lira, so it's 15 dirham, I think. قل من 10 درهم، شي 7 درهم. It's perfect. نقص السكر شوية ما. تمن كاين في university يعني بابا هادشي غالي. University هادي الماكلة فيها رخيصة. يعني بالحق اما بالنسبه لتركيا الماكله ديالها غاليه. دابا مثلا السين كابيتشيني اللي غتشربو هنايا ب 20 ليره، انا كنشربو اوتسايد بواحد 150 ليره في المناطق العاديه وكتكون خايبه. هادي مزيان كاسترونومي ديال الطبخ صراحه، هنايا كنشوف بعض المواكل يعني داكشي زوين زوين زوين. اوكي سو غنصور لكم غير من برا كيفما كتشوفو هنايا شحال المواكل الفرارون وداكشي باقي كبير لهنا، يعني كاين جميع المستلزمات اللي تقدروا تحتاجوها في الطاقة باش طيب.
يعني هاد الفرع واحد من الفروع ديال هاد اليونيفرسيتي، كاينه بزاف ديال المواطع. شوفوا جايز، مع دخولنا كنجبروا هنايا الناس اللي كيجيو عادي تسجلوا، في دابا الوقت ديال التسجيل في اليونيفرسيتي. سو المقطع كامل مدور الناس اللي يقدروا يعاونوكم تقصي والاسئله وكل شيء انجلش تركيش اللي بغيت. دخلنا عندهم هنايا البنكه، يعني البنكه في اليونيفرسيتي، كاين دار هذا واحد الفرع. سو نحاول نصور لكم كبير ما نقدرش نطلع جميع الطاقات من جميع بحق I told you before. نحاول نصور المهم. هذه هي المكان الخارجي في السوق. I don't know واش كتسمعوني بحق ديما كتابة سو ما خصنيش نهضروا، فنصور لكم بزاف. جبر مثلا نفس يونيفرسيتيز نفس الرانكين نفس الدبلوم ديالهم. بصراحه تشاينا يونيفرسيتيز الدبلوم ديالهم احسن من هنايا، كتجبر رخيصه فيها بورس كومبلي، بورس بارسييل، بورس افيك سالير، يعني كاين بزاف ديال اوبورتونيتي ذير على هنايا. وعاود كنعرفوا وبالنسبه للمعيشه يعني باليونيفرسيتيز نقدروا نجبروا نفس الشيء وحسن. بالحق بالنسبه للمعيشه تركيا معروفه بالايكونومي ديالها زيرو، وعند تضخم في العمله يعني الليره طايحه بزاف، هذا كيسبب ان المعيشه دائما تكون غنيه بزاف خصوصا على يعني السودان. وتركيا ما بقاتش بحال كيف ما كانت، يعني تجبر الحوايج الخاصه. دابا الحوايج كتمشي كتشري صاروها بواحد 2000. المهم خلينا ما ندخلوش في داكشي. يعني كيف ما كتعرفوا تركيا ما بقاتش بحال شحال هادي، المعيشه رخيصه نو. دابا تركيا رجعت غاليه بزاف لمن اي حاجه، الماكله، الحوايج، الكرا الكرا صعيب بزاف هنا يتجبروا. وفي تركيا ما كاينش بزاف، يعني قليل باش تجبروا حي جميع والثمن ديالو غالي. اما في تشاينا المعيشه رخيصه، كتجبر بزاف ديال لي بوس، كتجبر بزاف الحاجه. وكاين اهم حاجه ماشي كامل هو الامن، تشاينا معروفه بالامن. انا كنخلي الحاجه ديالي يومين كنجي كنجبرها باقه في المطار. فما كتعرفوا تركيا ماشي امنه بزاف، خصوصا يعني الى كان مثلا ستودنت باغي يكري في السوشي موطا اللي يكري فيه رخيص غيكري هو وصاحبو. الاماكن اللي رخيصه دائما كيكونوا خطر على ستودنت، خصوصا انت اجنبي عايش في بلده خطيره شويه بالنسبه لينا. فهاد الشيء اللي كيخلينا دائما نختاروا تشاينا وما نختاروش تركيا. فهنايا هذا هو المهم هذا الفيديو كامل، انني نشرح لكم ان كاين هنايا اليونيفرسيتيز مزيانين حق غاليين، ما كاينش حي جامعي، ما كاينش امن، كاين تضخم في العمله، يعني المعيشه دائما غتكون غاليه وداكشي كتبدل دابا وساعه. سو هذا هو الفيديو، اي هوب يكون عجبكم وباي باي.